هو في العالم كله اليوم لشتي مباراة برشلونة ولا الريال ولا الفيستيفال فين تلعب حكيمي يعني دورتموند ولا في الانجليز، يعني الجمهور تيقوم بالواجب دياله. وانا تنظن على ان اليوم في المغرب خصوصا في الاندية الكبيرة الجمهور تيقوم بالدور دياله، وانه بعض الاحيان تيوقعوا بعض الفلاتات لانه تيخرج غاضب من المستوى الفني. اليوم هادشي اللي قلت لك انايا ان اللاعبين خصهم دابا يطلعوا النيفو، اللاعب ما فقيناش باغيين داك اللاعب اللي غاجي باش يلعب ويقصر ويلعب يعطي جوج باسات ويمشي، بغينا لاعبين، بغينا مستوى عالي. حتى انا نقول لك واحد القضيه، حنا اليوم احترافيين والانديه اليوم وصلت يعني الملايين ديال الدراهم في الميزانيات ديالها، راه كاين اللي دابا 14 مليار، الوداد 10 مليار، يعني هاد الامكانيات الماليه اليوم تتسمح لهاد الانديه باش تستثمر في لاعبين جيدين، إما مغاربة أو أجانب. سالينا من هذوك الأفريقة اللي تجيبوا غير من هنا تتلقطوا لك يجيبوا لك واحد السمسار ويلوحوا لك تما، ولا لعاب قديم دار على 10 الفرق عاد نجيبوا أنايا إلى آخره. لا، خصنا نجيبوا لاعبين في المستوى العالمي إلا بغينا نزيدوا لقدام، لأنه اليوم هذه البطولة إلا استثمرتي في لاعبين إلا وفزتي بها راه غتربح 6 مليون ديال 60 مليون درهم، 6 مليار الفائز، يعني هذه بطولة ايوا تبارك الله اكثر من الدوري المغربي. وكذلك كاين عصبة الابطال، يعني كاين كاس العرش، يعني كاين اربعه ديال البطولات الان امام يعني الفرق المجتهده باش تعزز الامكانيات ديالها الماليه، كذلك ما داخل الملعب، لان اليوم على الاقل المباراه ديال اللي تتلعب الوداد ولا الرجاء تتخلي لهم واحد 3 مليون ديال الدرهم او 4 مليون المباراه، وضربها في 15 لانه تيستقبلوا 15 مره، زيد عليها المباراه ديال الكاس، زيد عليها عصبه الابطال، يعني كاينه الفلوس وكاينه الامكانيات. وكفانا يعني من الحسابات، يعني راه عطي الفلوس وجيب بحال اللي تيديروا في اوروب، خصنا نستثمروا في لاعبين في المستوى العالمي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.